انا بعرفك من يوم يومك حظك مثل بتجك، انه شلون تربح جائزة لي نصيب ما بعرف. لك ما بعرف ما بعرف، طقق لي لك يا ابن الحلال، انا سمعت انه ربحت الجائزة من هون، نزلت اغطى وحزام اشتريت. اشتريت ارض؟ لا. سيارة؟ لا. اشتريت لك شرية، والله بدك تدعي لي عليها. ايه الو؟ ايه معلم؟ الطابق الثاني، دخلت انت على المديرية، الطابق الثاني قبل اخر الكوريدور، ايه في مكتب مكتوب عليه قسم الدراسات، ايه قسم الدراسات، ايه هون. يا عين عليك، يلا يلا يلا. الله بتشوف بعينك. لك شو اشتريت بلا؟ لك لا تصير بصيتك محروقة، طول لي بالك شوي. تفضل. الله يعافيك. نعم. تفضل، هاي العروس. شلوني معك؟ ببغاء؟ ايه ببغاء. ايش قد معك؟ 240,000. ايش قد سعره؟ 240,000. يا لطيف. الله يعافيك. وحدة 2 3. الله يرزقك يا محمود عليك. سلم لي على ابو محمود كثير. توصل ان شاء الله. السلام عليكم. حبيب. بتعرف هذا ولد اخضر؟ لا. هذا هدية لأمي. لأمك؟ بدك لك لأمي. خيو بدي عالما يقول كلمة ماما مشان كلمة تسمع صوتها تتذكرني. شلوني معك؟ ماما 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 لك ماما مو ترقص. ماما 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 الو تاويات حكى حق المصحف قال ماما 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 ايوه هلا شلون بدي اخده احطه في البيت دون ما امي ما تحس يعني مفاجاه بتعرف انت انت معك نسخه المفتاح ايه طبعا ممتاز بتروح هلا على البيت بتحطه بغرفه امك وبتجي لهون فورا طيب ماشي خيو استناني انت هون عرفت ربع ساعة بالكثير بكوني هون يلا يا رب السلام عليكم طمني مش الحال اخذته امي كانت عم تحكي تليفون بالغرفة الثانية بس قلبي على نار لك والله انا قلبي على نار اكثر منك شلون بدك تتحمل دق لها انت دق لها الو كيفك ماما اهلين ماما طمنيني عنك الحمد لله كيفك انت شو رايك بالكوكاتو بعرف الاصفر الله يرزقك يا ابني الله يرزقك يا رب بس ليش تعذبت لا يا امي لا لا انت امي انت تاج راسي لعيونك بس بتعرف يا ابني بحس طعمة الفروج هاي غير فيها نكهه فيها شيء ما بعرف شو هو يعني النكهه غير الطعمه غير الله يرضى عليك قال ماما قال بابا معنا اكلته قال أكلته؟ أكلته أكلته أكلته؟ 240,000 حافر روجي